السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة النهاردة أول رمضان، أول يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وسنة سعيدة عليكم يا رب. النهاردة إن شاء الله هنحاول مع بعض نعمل حاجة جديدة كده، ولكن الجهاز هيكون مختلف. طبعا أنا كنت الأول منزل فيديو لرسم الحالب على جهاز توشيبا 16، النهاردة إن شاء الله هنحاول نرسمه مع بعض على جهاز فيليبس 16. فإن شاء الله هنحاول مع بعض واحدة واحدة نرسمه، وإزاي بنرسمه ونرسمه من إيه بالظبط. أنا كنت يعني في الفيديو اللي قبل كده كنت منزله مرة من الأكزيال ومرة من الساجيتال، ولكن هناك أنا بقدر سواء رسمته من الأكزيال أو من الساجيتال أو من الكورونال أقدر إن أنا أغير الفيس بتاعي أو الريفرنس بتاعي أخليه ساجيتال كورونال زي ما انا عايز اشوف، عن طريق ايقونه هناك في توشيبا اسمها تشينج سي بي ار، تمام. لكن في فيليبس لازم انا هرسم من الكورونال هيطلع لي ساجيتال، هرسم من الساجيتال هيطلع لي كورونال، هرسم من الاكزيال هيطلع لي ساجيتال، ولكن الساجيتال اللي هيطلع لك مش هيبقى ساجيتال زي ما انت نفسك تشوفه، هيبقى شكله وحش جدا، اوبليك اوبليك زي ما بنقول، فمش هيبقى بالشكل المطلوب، مش زي ما انت نفسك تشوفه اللي هو زي ما بنشوفه في الكورونال، لانهم عايزين صوره كورونال للايه، لليوردر. فطبعا النهارده هنحاول مع بعض ان شاء الله نرسمه من الساجيتال على جهاز فيليبس 16، ونحاول ان شاء الله نطلعه باحسن ما يمكن نقدر نقدمه في شغلنا باذن الله. يعني الاول انا باخد الفوليوم، باجي بختار الفوليوم وبخش على الايقونه اللي هي فيور. انا طبعا كده كده كنت داخل بالفحص على الفيور ومجهز الفحص على الفيور. طبعا انا لما بخش على الفيور بيجي لي اوتوماتيك، بيجي لي الاجزيال هنا لوحده، وبختار الايقونه اللي هي ام بي ار اهي، بختار ام بي ار، بيظهر لي الثلاث مقاطع الاجزيال السجستال الكورونال، السجستال الاجزيال الكورونال عفوا. يعني فزي ما قلنا انا دلوقتي ان شاء الله هرسم من الساجيتال، ولكن ان شاء الله انا كنت عايز ارسم الرايت يوريتر زي ما انا متعود اعمل يعني، ولكن النهارده ان شاء الله لان في حصوه في ستون صغيره كده زي ما انتم شايفين، هي مش صغيره ولا حاجه يعني، بس في اخر اليوريتر من تحت، فان شاء الله هنحاول نرسم الليفت يوريتر. طب انا هعرف الليفت والرايت منين طالما هرسم من الساجيتال؟ انت في ريفرنس معاك، في كروس هير اهو المفروض ان انت بتحركه معاك. انا لما بحرك الصور كده الاوتوماتيك الريفرنس بيروح لي يقول لي انا فين، الخط الازرق ده بيقول لي انا فين، انا كده في الشمال، ولو رحت حركت القطات كده يقول لي انت هنا بقى بقيت في اليمين، تمام. فانا هتحرك لحد ما اروح للشمال. طيب فلنفترض ان في ناس ممكن تغلط وهو بيرسم في الشمال راح سارح كده لحد ما يخش في الايه، في الرايت يوريتر في اليمين. انت عندك لازم يكون عندك دليل، ايه هو الدليل وانا برسم؟ لان انا طبعا الريفرنس ده انا هشيله عشان اقدر ارسم بشكل اوضح وما يضايقنيش. فبعمل ايه؟ اللمبر ما بعديهاش، يعني الفقرات ما بعديهاش، انا هنا، انا هنا دايما اهو، انا اتاكد بس ان انا خلاص في الشمال، انا كده في الشمال اهو زي ما انتم حضراتكم شايفين، تمام. الفقرات انا هشيل بقى الكروس هير ده، الفقرات انا مش هعديها، يعني الفقرات انا مش هقرب لها، انا هخليني دايما في ايه؟ في الشمال، مش هروح ناحية الفقرات، فهخليني فين؟ في الشمال، تمام؟ أشغل الريفرنس تاني عشان أتأكد إن أنا خلاص في الشمال، تمام؟ هبدأ أرسم بقى. طيب أنا باجي أرسم منين؟ أنا في هنا أيقونة اسمها كيرف، بختار منها ديفاين كيرف، بدوس عليها بيطلع لي العلامة بتاعتي، علامة الأد، أضيف بوينت، تمام. باخد كات بره الجسم بنزل بيه على الكدني واحده واحده بقى مع بعض عشان خاطر نقدر نوصل لاحسن شكل. بنزل بالكدني لحد نصها كده وببدا احرك القطات قدام وورا عشان خاطر اقدر اشوف، عشان خاطر اقدر اشوف ايه اليوريتر بتاعي واقدر امشي عليه اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو اهو، هو ده اليوريتر، وابدأ اخرج معاه واحدة واحدة وهو خارج اهو، خرج من الكدني اهو، امشي معاه نقطة نقطة مش مستعجل اهو،
سهلة جدا جدا. الناس طبعا وخاصة المبتدئين بيكونوا مستصعبين الموضوع ده قوي، ولكن الموضوع سهل جدا لو ركزت شوية. مطلوب منك بس انك تبقى عارف، مش هقول لك 100% تشريح، لكن تبقى عارف على الاقل تشريح اليوروجرافي عموما، التشريح الاشعاعي لليوريتر والكدني. تمام اهو ببدا امشي. المهم ان انا مش عايز اخد بونت غير وانا هو مفروض قدامي اقدر امشي عليه اهو. بحاول اقلب القطات بقى يمين وشمال بحيث ان هو يتفرد قدامي اهو اهو، زي ما حضراتكم شايفين اهو. هنا خد كيرف كده يمين بمشي معاه اهو، ادي الكيرف اهو فرد خالص، امشي معاه براحتي وانا مطمن. تمام اهو، باجي هنا خلاص انا جيت في الحصوة، بعدي من الحصوة عشان تظهر لي بشكلها الطبيعي زي ما هي في القطات الكورونال او السجتال او الاكزيال. وخلاص ده الكونكشن بتاع ما بين اليوريتر وما بين البلادر اهو. بحاول اخش خلاص في البلادر، هي الستون اصلا في اللور يوريتر في الكونكشن بالظبط. فبحاول خلاص يعني اخش فين في البلادر اهو، واسحب بره خالص 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 بره الجسم تحت شويه بحيث يرسم لي صوره كورونال زي ما انا عايز. اطلع فوق اشوف الكيرف بتاعي هلاقيه بالمنظر ده. تمام، حاجة في قمة الروعة والجمال. دكتور هاي ينبسط منك قوي، دكتور المعالج للحالة أول مجرد ما يشوف اليوريتر بالمنظر ده كده هيعرف إنك إنسان فاهم، خدمت العيان، بينت للدكتور بالظبط الحصوة فين بالظبط من الحالب. تمام، من غير ما يتعب نفسه ويدور بقى والكلام ده كله. فطبعا دي حاجة تحسب لك. جميل. و انا كنت زي ما قلت لحضراتكم، انا كنت اصلا دايما بحب لما بعمل فيديو على حاجه ببتدي باليمين، تاملوا يعني فان في اليمين بركه، ولكن بما ان الحصو اصلا في الشمال فبحاول بقدر الامكان ان انا رسمت الشمال عشان خاطر اخد الحصوه معايا في الصوره. تمام، بيطلع بالشكل ده كده، وده شكل نهائي جميل جدا. الف من يطلب الصوره بالمنظر ده عشان خاطر يقدر يشخص صح، الكدني بشكل كامل، بلادر بشكل كامل، اليوريتر كامل بشكل طبيعي حلو جدا، الستون ظهر معايا، ده مفيش احسن من كده. باجي طبعا انا خلاص وصلت للشكل النهائي اللي انا عايز اوصل له. عايز تكتب على الصورة من هنا مثلا، بتيجي هنا بتعمل تكست، وتيجي هنا مثلا في اي جزء من الصورة تروح حاطط ليفت يوريتر ليفت يور، واقول له تمام سيف، واجي بقى ايه خلاص باجي هنا عايز اسيب الصوره دي خلاص، هي مبسوط يعني عجباني جدا خلاص. عايز اسيبها. طبعا قبل ما اطلع انا الشكل ده مش هيطلع لك بالصوره الكورونال بالحلاوه دي الا لما ترسم من السجتال على فيليبس، كلامي على جهاز فيليبس 16. لو رسمت من السجتال يطلع كده، رسمت من الاكزيال او من الكورونا هيطلع لك صوره سجتال، هيطلع لك صوره سجتال اوبليك، مش هتبقى حلوه خالص ولا هتعجب بيها وهتقرفك. تمام، هيبقى شكلها وحش جدا على الفيلم يعني. فطبعا مفيش احسن من كده يطلع. تمام، انا عايز اسيب الصوره دي، باجي هنا بقول له سيف ايمج، عايز اسميها تبقى معايا في البراوزر بتاعتي اسمها مثلا ليفت يوريتر، بحيث تبقى ما توهش هناك اروح اجيبها على طول من غير ما ادور عليها، واقول له سيف. كده الصوره اتسيبت معايا، وبكده ان شاء الله نكون رسمنا الحالب من السجتال على جهاز فيليبس 16 وطلع بشكل كرونال جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين. فان شاء الله انتظروني في فيديو قادم باذن الله، يكون حاجة جديدة تستفيدوا منها، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله على خير. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.